في إطار جهود الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي لزرع روح الإيجابية والسعادة في نفوس موظفينا، اليوم عندنا مبادرة جديدة بعنوان أنا ممتن. اليوم احنا سعيدين نجد هذا الكم الهائل من المشاعر الإيجابية اللي أطلقها موظفينا اتجاه المؤسسة الأمنية ودورها البارز حقيقة في تعزيز كل مجالات جودة الحياة. الامتنان هي يوميات لأشياء يكون المرء شاكراً لها ويرغب في التركيز عليها لزيادة اهتمامه بالمشاعر الإيجابية. لتعزيز مفهوم الامتنان والشعور الإيجابي بين المؤسسة الأمنية وأفرادها. اليوم تم إطلاق مبادرة شجرة الامتنان، والامتنان هو أحد مفاتيح السعادة.